السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا الفيفا، وين يزف مفاجأة سارة للمنتخب الوطني، يعني في شبح قاسامة، بسبب شبح قاسامة الذي يلاحق الجزائريين. المهم احنا يا دروك نقارعوا للمباراة، إعادة المباراة هذه اللي نقارعوا لها. ما يقول لك نقارعوا صايك، شا غادي ندير؟ ما عندنا والو، احنا باش نكذبوا عليكم نقول لكم عندنا فيديو ايطو يعطي دراهم القاسامة، ولا عندنا قات عند لجنة التحكيم يعني التدقيق، يعني والمشاهدة للمباراة، ومشاهدة خاصة الأهداف اللي لغاهم، ضربة جزاء اللي لغاها، الوقت اللي زادها 4 دقائق، يعني مشاهدة هما يعرفوا كيما نقولوا احنا لجنة التحكيم عندهم معايير تاعهم، يعرفوا الحاكم لا كان بايعها ما كانش بايعها. الله يجعل ما يشوفوش الخطة كي لعبنا برك، الله يجعل ما يشوفوش الخطة تاعنا كي لعبنا، الله يجعل ما يعرفوش باللي بن ناصر وزروقي في زوج يلعبوا ريكيبيراتير، الله يجعل ما يفيقوش. هذه اللي نقولوها، هذه اللي نقولها برك، لا يجعل ما يفيقوش. وين تنتظر الجماهير الجزائريه قرار لجنه التحكيم التابعه للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا حول احتجاج المقدم بخصوص الحكم قاسامه وادائه المشبوه في لقاء الفاصل امام الكاميرون، وشهد التاهل الاخير لمونديال قطر يعني 2022 وهو المنتخب الكاميروني. ضروك هذه العقوبة اللي داروها لنا، هذيك اللجنة تاع العقوبات هذيك، بصح حنا مازال الملف تاعنا في ضروك راه في لجنة التحكيم. لجنة التحكيم يمكن هما ما غاديش، ما عندوش يخولوا باش يعطونا الماتش ولا ما يعطوش، هما يديروا التقرير تاعهم أيا ويطلع البلد، يطلع المحكمة الدولية ولا يا أخي المحكمة تاع محكمة رياضية، فماك يكون القرار. هما باش نقارعوا دروك، نقارعوا لجنة التحكيم باش تعطينا الماتش، ما كاش منها هذه. هذه الناس راهم يغلطوا فيكم، يقول لكم قارعوا على 15 يوم. يا ودي ما كاش 15 يوم، ما كاش. غادي ما تلحقش 15 يوم. لكن قبل ذلك، وين قرر يعني القرار إعلان الفيفا عن تسليط عقوبة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وين الفاف من قدرها ب 300,000 فرنك سويسري بسبب بعض الأعمال الشغب التي قامت بها فئة من الجماهير خلال المباراة الكاميرونية التي لعبت في 29 مارس، حيث قاموا برمي يعني الكراسي برك على أرضية الملعب الشهيد مصطفى تشاكر بعد تسجيل مهاجم سليماني بعد رفض الهدف تاع سليماني، يعني وبعد الفانيك تسجيل مهاجم ايكابي الهدف الفوز والتاهل. وين المناصر الله يحسن عونه، بنادم شاري تيكي ب 500، كان اللي شاريه مليون، كان اللي شاريه مليون و500، كان اللي شاريه بزوج ملايين، وهذوك اللي راحوا هودوا بدراهمهم، هودوا تفرجوا وطلعوا فانيك، ماشي سهله والله، ما سهله كاع. ما نعرف حنا، قال لك هذيك ليكيب، انا ما نامنش في مواقع فرنسيه والله ما نامن فيهم. قال لك البارتيه غادي تعاود لو 7 ماي، انا زبالي باللي غيد هذيك ليكيب، هذيك الموقع تاع ليكيب يعني الصحيفه تاع ليكيب هذاك، ما ندواش بها، ما ندياش بها الاعتبار، ما نكذبش عليكم. قارعوا حتى الاخر دقيقه، يخرج واحد يهضر لنا يقول لنا ودي ما تقارعوش ولا قارعوا، زوج صوالح برك هذا مكان. ووفق لمصادر ان المسؤول الفاف، المسؤولين الفاف عبروا عن ارتياحهم عن الاقتصار العقوبه على غرامه ماليه في الوقت كان مرشح ان يتم حرمان الخض من جماهيرهم لمباراتين على الاقل بسبب تقرير الاسود الذي دونه الحكم قاسامة. وكان التقرير الإعلامي السابق قد أكد أن العقوبة ستشمل حتى المدرب بسبب تقريره الأمني للمباراة، وكذلك ما دونه الحكم، لتأتي هذه التطورات وتنهي هذا الشبح الذي لحق الخض وجماهيره منذ أسابيع.
وبعد القرار لجنة الانضباط تتجه الأنظار سو ما ستقرره لجنة الحكام، وينحي الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد كرة القدم الجزائرية الذي يطلب بإعادة المباراة بسبب أخطاء التي قام بها غاسام في لقاء ومساعدة المنتخب الكاميروني في التأهل للعرس العالمي. المهم دروك الحقيقة اللي نقارعوا لا نقارعوا المباراة، يعني التعاود ما التعاود قاتش عليها الناس فاني غادي يزيدوا يشدوكم الحكام. شاهد الحكام داخلين، شاهد كورونا الكورونا هذاك الحاكم الإيطالي هذاك كولينا هذاك داخل، شاهد فلان داخل، شاهد من هذا ما غادي يشدونا بها كيما هكا. حنا واحد انا كمناصر تاع منتخب وطني جزائري، مناصر تاع منتخب وطني جزائري، وين نقارع القرار اللي خدت عليه؟ ما ولينا نمرضوا بنادم ولا يمرض بنادم تبع هذا الصوالح تمر. انا مزيه ما كنت طعم كيما يقول لك، كان على بالي بلي الخميس ما كان والو، عادي باش بنادم ما يعيش خيبه هكا زياده ولا بعد الاقصاء. انا كنا قارعوا بلي كاينه عقوبه كاين منها، كنا عارفينها سبحان الله، والحمد لله. قلت لكم بلي غادي نقول لكم راهي خرجت، قلت لكم السبت الحد نقول لكم راهي خرجت العقوبه. ما التالي كاع كاين اللي يجي يقول لك يا ودي انت ما راك عارف يا ودي، نتبع حاجه في الهواء نتبع حاجه انايا، كلي شغل عاطينك مطرق تصيد في الريح، الريح يتصيد كلي شغل تصيدوا في الريح على مكان. قارعوا للحقيقه تبان راهي وراي بانت ضروب بنت كاين عاقبونا. من بعد تخرج لجنه التحكيم نشوفوا شنو استولت الى بينوا لنا التقرير تاعهم، دونك نشوفوا احنا في الفيفا لهنا ما يبينولكش، الا كان كي والو ما يبينلكش كاع. هذه هي عليك نقارعوا ونشوفوا. والمنتخب الوطني الجزائري ما يموتش بعدم تأهل كأس العالم، ما غادش يموت. 27 عام روحنا شكون نروحوا نلعبوا نشاركوا نخرجوا نشاركوا نخرجوا حتى 2010. هذه هي 2018 إليميني، 2018 من داخل الجزائر إليميني، حطموها باش يوخروا راجل واحد، باش يوخروا الحاج محمد راوراو، حطموها باك تعقلوا عليها. درنا غير ماتش اميك ماتش نيل مع الكاميرون، الله يسموه يا ربي لونترينير، هاي 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 هي وين تحطمت؟ تحطمت كي وخروا جول كيف فماك، تحطمت فماك اليميني، فما كنا اليميني صايك تربحوا صايك. وما راي ماتش ميديا، راي ماتش دار ماتش نيل ما خسرش، دار ماتش نيل هنا في الجزائر، درنا ماتشين مع الكاميرون مع لابيت نوار تاعنا، درنا معها ماتشين بصح طرد بدنا وطايحين الاعلام هاي 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 هاي. او تشوف اليوم الاعلام وراه كشف هذاك الله يرحمه هذاك تاع الشروق، قال لك عندي بزاف فصائل تاع الدم، قال لك عندي بزاف فصائل تاع الدم، كاين بزاف فصائل تاع الدم ما ندخلوش في لي ديتاي، كاين بزاف. ونعرفوا معظم الاعلام يعني وخاصة هذاك مشكالة هذاك ما شتا ولا نعرفوا، يعني هذا الاعلام مازال كاين اللي مازال عند ما محش تليفون تحدد، مازال هكا يكون قاعد وحده تيطلع هكا حداد ويولي يتبسم يشوف هكا يتفكر الايام الجميلة، كاين اللي مازال عنده تليفون تاع زاتشي يتفكر الايام الجميلة، هذا ما كان، كاين اللي عنده تليفون تاع تحكوت، كاين اللي مازال عنده تليفون تاعك ما بحاش، مازال يقارع يوما ما، يوما ما مازال يقارع يوما ما في طعمية القهد الوار. ها ولا التليفون تاعك والله ما محيتو على السنين وانا قارعك، صار كيما ذاك السجين تاع غزة، تاع غزة اللي دخل الحبس 17 عام، من خرج صاب الخطيبة تاعو تقارع له، راك تشوف كيفاش هادو صار لهم كيما يقارعوا اونكا اون سي جامي تروطار، قالناها لكم حسني اون سي جامي تروطار الله يرحمه قارع. اي احنا بالك اون سي جامي تروطار، رانا قارعوا للبارتيه المناصرين تاع منتخب وطني اللي عايشين صح بقلوبهم مع المنتخب الوطني الجزائري. وما احنا كي نقول لكم اخبار نقول لكم حاجه تكون بنادم مزيه، جينا نهضروا
مزيه جينا نهضروا خاطر علاه تشوف كيما تشوف على بالك تشوف كاين اللي داير الشعب الجزائري مسخره. اسمعي كسر المهم دير فيديوهات عمر وطلق هذا ممكن.